كابتن عادل، كابتن علاء اتكلم عن تغيير كريم فؤاد، تغيير عبد القادر بكريم فؤاد، واتكلم عن تغيير شريف بشادي، تغيير حمدي فتحي بمحمد مجدي قفشه. يعني زي ما احنا اتفقنا ان احنا في تغييرين مرتبطين ببعض، شادي مع شريف مع قفشه مع حمدي، لانه هو حب يغير بطريقه لعب، بمعنى انه لما شالهم الاثنين في الدقيقه 70 غيرهم مع بعض، هاي وبعدين رجع لقفشه للسوليه وصابيو زي ما اتفقنا، رجع للدفاع بالظبط تاني. بالظبط، فالراجل متغير على حسب زي ما الكابتن علاء قال صاحي للملعب، ممكن يكون معاه جهاز كمان معاون كويس بيتكلم معاه، صحيين صحيانه في البدايه في فكره انه ينزل كريم. مش كل مدرب ينزل لعيب يجيب جون يبقى هو فكره عالي، ده بتبقى نوع من التوفيق، وحاجه تانية نوع كمان من اراده اللاعب، نوع من اراده اللاعب نفسه ان هو ينزل يصنع الفارق علشان ما يقعدش تاني. وده الصراع الجيد اللي بيبقى في الفرقه، انك ممكن تكون بعيد تيجي تجيب جون واتنين وتبقى اساسي في الفرقه صحيح. طول الوقت. اللي انا عايز اقوله انه التغييرين يا كابتن ايمن مرتبطين ببعض، ولكن المهم في الامر انه عملوا الهدف اللي هو عايزه بغض النظر عن النتيجه. برضه هو بياخد اسباب صح وبيشتغل بتوازن، ومش شاطح قوي يعني بلغه المدربين، مش شاطح، مش مدرب شاطح قوي ولا نمطي قوي، هو عنده مرونه ما بين الجيد فالافضل، ولكن احنا هنشتغل وهنتفرج عليه الايام اللي جايه ونشوفه وندرسه اكتر، وان شاء الله يكونوا فكرة اعلى. بس هو الاهم اكسب، الاستمراريه اكسب مظبوط، وبعدين نتحاسب في الاداء قدام.